هاي محمد، وهاي نيفو، وهاي لكل الناس اللي بتتفرج علينا النهارده في تاني حلقه من ازاي نفهم بعض اكتر. زي ما عرفناكم بينا احنا ايتن ومحمد ونيفو، عرفناكم في اول حلقه ان ازاي هنفهم بعض اكتر هو هيكون برنامج خفيف جدا هننزله على السوشيال ميديا، هنتكلم على علاقاتنا في كل الناس اللي في حياتنا وازاي ان احنا ممكن نحسن علاقاتنا اكتر ونفهم بعض احنا والناس اللي حوالينا اكتر. الاسبوع اللي فات او الحلقه اللي فاتت قلنا لكم ان احنا هنتكلم في احتياجاتنا كبني ادمين في علاقاتنا. ايه هي احتياجاتنا اللي احنا محتاجينها؟ اكوردنج لنيفين هم 6، عشان كده انا ومحمد جاهزين معانا ورقه وقلم اهو، مستنيه اشوف عشان اكيد في شويه من الستة دول مش موجودين عندي. حاسه النهارده احنا في اكسبيرمنت معاكي يا نيفو عشان نتست علاقاتنا، صح؟ ايوه مظبوط. ازيكم؟ مبسوطه جدا ان انا معاكم تاني. انا كمان قوي. اصلا انا كنت عايز اسالك، هي علاقات مثلا احنا هل هنشدد اكتر على علاقاتنا مثلا مع اخواتنا مع اصحابنا ولا اخواتنا مع الاوبوزيت سكس؟ يعني مبدئيا كده. اوكي، العلاقات علاقات، علاقه مع فاميلي، علاقه مع فريندز، علاقه مع بارتنر، علاقه في الشغل، العلاقه هي علاقه بيريد. فاللي انا قبل ما نبتدي نشرح ايه هم السكس هيومن نيدز، عايزاكم الاول كده تحضروا في الورقه والقلم بتاعتكم نوعين، علاقتين، علاقه قويه ومنتظمه وجميله وفولفيلنج، وعلاقه ترابلد شويه. تمام، علشان بعد ما نتكلم على الهيومن نيدز هنبتدي بقى نطبق ده، نشوف العلاقات دي بشكل اخر، هنفهمها هي ليه هنا ماشيه ان فلو وهنا متعثر. اوكي، سو هتحضروا الاسمين في دماغكم تكتبوهم. سؤال مش صعب خالص. نعم، سؤال مش صعب خالص. ايوه اجهز يا محمد. عايز تسمي الاشخاص اكزيبت A واكزيبت B؟ لا، اول ترانسبيرنسي. خلاص، بيرفكت. اند ذيس از وات وي نيد، ترانسبيرنسي. احنا وانا بشوف دايما يا محمد، ترانسبيرنسي از كوريج، بيكوز بينج فولنربل اند شيرينج وات وينت رونج قبل ما وات وينت رايت از كومبليت اند اتموست كوريج. لان الضعيف بيخاف يبين ضعفه، فعشان متهيأله انه كده يبقى قوي، بس القوي هو اللي عنده الحريه في انه يتكلم ويبقى فيه شفافيه كامله. وانا بشوف الحقيقه. اوكي، نتكلم بقى، نفهم ان احنا عموما كبني ادمين كل الحاجات اللي احنا بنبقى عاوزينها في الدنيا دي مش هي دي اللي احنا عايزينها. احنا عندنا 6 هيومن نيدز اساسيه. الكلام ده هينطبق على اي حاجه بتعملها، سواء شغلك، سواء حاجه بيتك، اي حاجه، وبالذات العلاقات بقى. ايه هم 6 علاقات؟ في دبانه معانا مكفراني بس ماشي. عايز اعرف علاقاتهم، عايز تفهم بس. عايز تفهم الجهاز علاقاتك الزفت وعلاقاتك كويس. اوكي، ايه بقى هم 6 احتياجات دول؟ اول واحده certainty. يعني ايه certainty؟ يعني احنا كبني ادمين بنحب نبقى عندنا certainty في الحاجات اللي بنعملها. احب مثلا وانا العلاقه ابقى عارفه ان انا بعرف مداخل ومخارج البني ادم، وان انا بعرف اكسبرس ماي سيلف وبفهمه وبيفهمني. لو انا في شغل بعرف اعمل شغلتي، عارفه ان انا عندي اكل على الترابيزه، عارفه ان في فوق راسي سقف، عارفه ان انا لو تعبت عندي يعني حاجات اقدر علاج او او او. فاحتياج الامان او certainty احتياج مهم جدا للبني ادم، عشانه بنعمل حاجات كتير جدا وهشرح بعد شويه. بس بعد كل حاجه ما بتبقى certain، احنا بني ادمين بنزهق، عندنا احتياج اخر uncertainty اللي هو حب التغيير. تمام، لان اي حاجه تفضل على وتيره واحده نمل. احنا عايزين امان وفي نفس الوقت عايزين تغيير. ثالث احتياج هو love and connection. كلنا كبني ادمين بنحتاج ان احنا نحب ونتحب، وهو ده السبب الاساسي احنا ليه بندخل في علاقات. فهي القصه مش العلاقه، القصه ان ده احتياج للبني ادم انه يحس انه بيحب وبيتحب. عشان كده العلاقات او الجوازات او حتى العلاقات الصحوبيه، لما حته love and connection بتروح، دي الروح بتاعت العلاقه. البادي هو العلاقه، اول ما الروح تطلع الجسم بيموت. لا
فلو ما فيش love and connection ودي الأساس في العلاقات، وباي لاف مش لازم يعني اللي احنا بنتكلم عليه بقى partners واللاست، لا just الحب كشعور ده fundamental. طيب قلنا certainty وقلنا uncertainty وقلنا love and connection. number four بقى نمرة أربعة significance. كلنا كبني أدمين عايزين نحس ان احنا we make a difference, I matter. ليا في قيمة في وجودي في حياة نفسي وحياة الآخرين، عشان كده بقول ده بيحكم علاقات كتيرة كلها. نمرة خمسة contribution. يعني ايه contribution؟ يعني ان انا I go beyond myself، ان انا اساعد. عشان كده كلنا بنبقى مبسوطين وانت بتساعد حد في حاجة، بندخل في charities لان ده احتياج انساني، بنرتاح والاحتياج ده بيبقى مات لما بساعد الناس. اخر حاجة growth، تطور ونمو. اي حاجة حية لو ما تطورتش وما كبرتش يبقى علامة الموت. اي حاجة مش بتتطور if you are not growing you are dead. اوكي، فدي هي الست احتياجات بتاعتنا. لما نيجي نبص بقى دي حتة هنخرج بس سنة كده برا موضوع العلاقات، لكن هتكلم بقى ككاركتر كمان ازاي الست احتياجات دول نسبهم بالنسبة لي بتشكل شخصيتي، وكمان ان هي مش تاتو على وشي. عشان الناس تقولك اصل انا شخصيتي كده، اصل انا البرج بتاعي معرفش مين، كله بيتغير لما احب اغيره. تمام؟ يعني انا كنيفين زمان كانت السيرتينتي عالية جدا عندي، عشان كده ما كنتش باخد ريسك، عشان كده كان في قرارات محتاجة أخدها في حياتي ما كنتش باخدها فكنت ستاك. هنلاقي إن الناس اللي السيرتينتي عالية عندهم بيبقوا موظفين عبقرة، بس الناس اللي الانسيرتينتي عندهم أعلى شوية انتربرنورز. تمام؟ ترتيبتهم بقى بتشكل الشخصية. يعني دايماً بقول لو نيجي نبص على ستيف جوبز هتلاقي uncertainty، هتلاقي significance، هتلاقي growth الأساسيين. مادر تريسا contribution، love and connection. شخصيتك على قد ايه انت محتاج من كل واحد من دول، الشخصية بتتكون، لكن الشخصية قابلة للتطور والتغيير. بس مثلا الاكزامبلز اللي انت تديهم الحلوين قوي دول ما عندهمش الستة يعني عندهم واحد. انا بقول لك لا دول القويين الظاهرين عندهم كله، لكن أوكي. دول اللي هم ايه عاليين فيقوم بالشخصيه. ايوه حاجه تانية بقى، اي اكشن، وهنا هندخل في العلاقات بقى، اي اكشن تحقق لي ثلاثة او اكتر بتتحول الى حاجه اي كايند اوف يعني almost addictive، ببقى عايزه مور منها. فلما العلاقات بتاعتي بتحقق لي certainty وفيها fun وفيها love and connection و I know I matter to the person and I go out of my way to that person, we grow together، فتبقى هي دي الفاونديشن بتاعت العلاقات القوية. فهمتي؟ فلما نمسك الستة دول دلوقتي وهنيجي نبص على العلاقات اللي انتوا اخترتوها، تعالوا نشوف بقى ايه اللي مات وايه مش مات. والاكزرسايز دوت is a very good exercise للكابلز يعملوه مع بعض او العلاقات الاخرى، ان انا اجي ابص من ناحيتي وابص من ناحيه الاذر بارتي في العلاقه، ايه اللي مات برضو من وجهه نظره، لان ممكن انا حاجات مات من وجهه نظري ومن وجهه نظره شايف حاجات تانية. نعمل ايه بقى بالكلام ده؟ اول ما اكتشف المناطق اللي مات تشيك، المناطق اللي مش مات قوي ابتدي اشوف ايه الاكشن اللي اعملها علشان اعلي المنطقه دي. يعني لو احنا الانسرتينتي الفان في العلاقه مش موجود، طب وات كود بي فان ليا وفان لي، فبقى عملت الانسرتي والكونتريبيوشن كومبرومايز والكلام من ده، ايه اللي حقق لي انا وهو الانسرتينتي which is the fun part and الكونتريبيوشن. ف تعالوا بقى في حاجه اخر نقطه هقولها بقى قبل ما نبتدي ندخل عندكم، واحب اسمع رايكم ايه في الموضوع ده في تقييمكم للعلاقتين اللي انتوا اخترتوهم. ان الاحتياجات دي ممكن نحققها بفييكلز ليجيتيميت وممكن نحققها بفييكلز غلط. ازاي؟ يعني الانسرتينتي اللي بيمسك سكينه على واحد نمره واحد محقق certainty لأنه عارف يعمل الحركة دي كويس، مجرم عتيق ويعني عارف مداخل ومخارج الإجرام.
نمرة 2 uncertainty لأن كل مرة ضحية جديدة والحكاية فنفنة. نمرة 3 significance big time لأنه عارف أن روح اللي قدامك أنا دلوقتي روحك في إيدي. تمام؟ ده abuse عنيف. بالظبط كده. الناس مثلا اللي بتحب فاللي بيبقى عايز بقى يعمل يعني في ناس اللي قلت ايهم ناس well off بس بيروح مثلا يدخل محل يسرق حاجة تافهة جدا. ده ال uncertainty بتاعته مات in a wrong way. ده يروح ينط بباراشوت يعني هيبقى meeting the need بتاعت ال excitement والمش عارفة مين ده. لكن طبعا بيبقى فيها layers. بس انا بقولك ان ال actions ممكن تحقق المثل بقى الكبير. فاكرين ايزيس؟ ايزيس كانت بتشتغل في الميديا بروباجندا بتاعتها على الستة دول وعشان كده العيال كانت بتمشي وراهم عمياني. ازاي؟ manipulation. بقى عندهم certainty. الناس عارفة دول بيعملوا ايه وهم عارفين بيعملوا ايه والعيال من دول اللي رايح لهم عارف هو ان دي ناس عارفين الموضوع فعارف ان فيه certainty. uncertainty كل يوم بقى action في حتة بلد شكله وجريمة شكله وكلام من ده. love and connection عاملين لهم the tribe بتاعت ISIS family ويجوزوهم والصحاب والمش عارفين والكلام ده. 4 significance big time. انت اول امبارح كنت قاعد صعلوق في بلدك ما حدش دريان بيك والنهارده انت والجروب بتاعتك الفاميلي الجديده بتطلعوا في الجرايد كل يوم هيدلاينز. contribution غسل لهم مخهم ان الموضوع ده ليه علاقه ان هو نصره الاسلام. growth انا امبارح ما كنتش بعمل حاجه النهارده بعمل حاجه. السته ما بت ان illegitimate way. فاحنا محتاجينهم هنحققهم ازاي؟ هو ده السؤال. سؤال كبير قوي. نعم أقول سؤال كبير وديب جدا يعني. يلا مين هيبتدي فيكم؟ مين يحب يبتدي؟ واحد يا محمد يلا. اوكي ثانك يو نيف. اتس فيري انترستينج تو لوك ات بالبرسبكتيف ده بصراحه. انا عمال برفلكت وفي نفس الوقت مركز في الموضوع كبير. انا هشير اكسبيرينس بتاعتي مع فاميلي ريليشنز. والحته اللي حاضراني هنا انه ساعات بيبقى فيه بريشر صغير قوي ان احنا this is family we need to work it out محتاجين نعمل فيها مجهود زياده سنه. يعني لو بتكلم على واحد صاحبي او واحده صاحبتي الريليشن شيب دي مش شرط تكمل ومش لازم نبقى اصحاب. بس الحته اللي عندي فيها تشالنج شويه ان احنا ازاي نعمل الماتشنج ده مع الريليشنز بتاعه الفاميلي عشان احنا محتاجين نفضل مع بعض. في اكزامبل قوي جدا 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 وفي اكزامبل ثاني زي ما كنت بتقولي اللي هي العلاقه المتوتره شويه او اللي مش بالسترينث دي بس بنحاول فيها. يعني اول اكزامبل عندي هو اكزامبل اخواتي. دي العلاقه قويه. دي العلاقه قويه. طيب تعال نشوف بقى السته دول من ناحيتك. احنا مش هنبص من ناحيتهم باي ذا واي عشان هم مش موجودين. احنا هنبص من محمد ايه النيدز اللي متحققه لمحمد في العلاقه دي. حلو قوي. في اول حته بتاعت السيرتينتي او الامان. ان احنا في stable family connection في حاجه ثابته بتديني انا الاحساس بانه في حاجه اقدر ارجع لها او حاجه باتمنها او بثق فيها. فدي حته مهمه جدا 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 بالنسبه لي. uncertainty مش موجوده في العلاقه دي خالص. انا بحاول اكتشف واكسبلور واسافر واعمل حاجات كتيره. هم حياتهم في حته مختلفه شويه. ده family عندهم اولاد فالحته دي بالنسبه لي مش موجوده قوي. الحته الثالثه اللي became very very strong من ساعه اكشلي ما هم سافروا احنا ابتدينا نكونكت اكتر. it just happened this way ان احنا لما كنا هنا كان كل واحد مشتت وفي حته بعدين لما هم سافروا ابتدينا نكونكت اقوى بكتير جدا. فانا عارف ان انا كبني ادم محتاج انا appreciate الحته دي تماما. the unconditional love والكونكشن العظيم اللي موجود على طول في اي وقت في العالم محتاج حته السبورت دي. I know I seek it 100% significance. حاسس ان انا جزء من حاجه مهمه من عيله من اخوات جمال بيسبورتوا بيساعدوا. contribution ان انا موجود على طول وبساعدهم ودايما دايما بيحتاجوا مني حاجات فانا بحس ان انا لا انا بساعد انا بعمل حاجه مهمه. growth مش عارف مش حاسس ان هي لسه قايل دلوقتي لانك قلت حتى لما مثلا سافروا بقيتوا بتكونكتوا مع بعض اكتر ففي العلاقه بتتطور. هل نفس شكل العلاقه كان هو مثلا من 10 15 سنه؟ لا طبعا. يبقى في growth بتتطور بتتطور yes. بتقربوا بتفهموا بعض اكتر يعني بتقربوا من بعض اكتر ففي تطور في العلاقه. فنقدر نقول ان العلاقه دي محققه 5 من 6. it's a very strong relationship. بالحمد. تعال بقى نشوف العلاقه المتوتره.
Right. طيب on the other hand كان يمكن عشان ظروف ان ابويا كان مسافر ثلاث ارباع الوقت فاحنا ما كانش في a very strong relationship. Recently في العالم ابتدينا نتكلم اكتر. هو he lives abroad بقاله اكتر ممكن 7-8 سنين فكل الكونكشن تليفونات فالعلاقه ما فيهاش مشاعر كتيره قوي ما فيهاش كونكشنز عنيفه بس we're trying to work it out عشان يفضل في علاقه اب بابنه يعني. Uncertainty والuncertainty دي الحته اللي خدت مني سنين تفكير بصراحه. يعني اعتقد الحتتين دول يعني مقارنه بالريليشن شيب الثانيه مش موجودين قوي. I don't seek it or حاسس ان الريليشن شيب دي مش بتحقق لي الحتتين دول. يمكن في سنه كونكشن كويس ان انا بطمن على ابويا في حته اتليست نوع من انواع الود او ان احنا بنكونكت مع بعض فدي فولفيلد او موجوده الى حد ما بسنه صغيره. طول الوقت ولا ما كانتش طول الوقت؟ ما كانتش طول الوقت يعني ابتدت تتحسن شويه. فده تطور عايزه تقولي في جروث. اوكي significant contribution مش قادر اقول. يعني لو هتقولي يا محمد ايه الحاجات او اول خمس حاجات في حياتك بيفلفلوا الحته دي غالبا مش هتبقى العلاقه دي. فبالنسبه لي دي حاجه مهمه عشان يبقى في كونكشن وعشان افضل اتواصل او امثل نفسي ان انا او موجود في علاقه بابويا كويس. بس بقيت الحاجات مش بنفس الترانس بتاعت الاكزامبل الاولاني. يس. ففهمنا ليه بقى العلاقه دي لانها مش بتميت نيدز. انت تقريبا الحاجه الوحيده اللي شايفينها موجوده الكونكشن اللافن كونكشن وبتعملها علشان انت بتحط فيها اكتر. لكن هل انت من قدامك حاسس لان انا بقول مش اللي انت بتحطه انت مستقبل لاف اند كونكشن بالقدر اللي هو انت منتظره من العلاقه دي؟ يعني شورت انسر لا بس انا دي حاجه لكن تطور لكن احسن من الاول. yes. فاحنا لما نبص بقى على العلاقه دي من سنه مثلا من خمسه نلاقي ان ما كانش فيها سيرتينتي ما كانش فيها انسيرتينتي ما كانش فيها لاف اند كونكشن قوي ما كانش فيه طبعا السيجنيفيكانس بيكوز وان يو في علاقه بتحس انك يو ماتر ما كانش فيها حاجه خالص تقريبا كانت فاضيه. الفتره اللي فاتت بمجهود منك ابتدت تحقق احتياجين بدايه اللاف اند كونكشن وجي معاها الجروث. مظبوط. ونقدر نشوف وده السؤال ليك انت اللي تحدد contribution ممكن تكون ابتدت السيد بتاعتها سنة. بالظبط. فهو ده يعني هل انت او جايز انت اللي بتcontribute لكن هو لسه مش شايف انت contribution من الناحية التانية which could be هي انت ابتدت تزرع دلوقتي لان اللي عامل الانيشيتيف حضرتك. تمام. فانت بادي تزرع فان شاء الله سون نبتدي نشوف ريتيرنز من الناحيه الثانيه. لكن اللي انا اقدر اقوله ان انت دلوقتي اكيد العلاقه دي is more meaningful to you than 5 years ago من قبل طبعا. خمس ليه طبعا. علشان ابتدينا اتنين ابتدوا او ثلاثه يتحركوا يتولدوا في العلاقه. very true. perfect. ف now you know ايه الحاجات اللي انت محتاج ازاي تقوي اللاف اند كونكشن ايه الاكشنز ازاي تقوي الكونتريبيوشن ازاي تقوي السيجنيفيكانس ازاي تقوي السيرتينتي والانسيرتينتي. نفكر بقى في سبيسيفيك اكشنز بديدلاين عشان لو ما فيش حاجه ليها ديدلاين مش هتحصل. نفكر ازاي وايه الاكشن اللي هتحرك الانرجي في المنطقه دي. تمام محمد اشكر شفافيتك. شكرا ليك. ثانك يو ايتن. اول حاجه عايز اقول محمد فول ريسبكت ليك ان انت يو كيم فورورد اند يو شيرد بيرسونال ستوريز. يعني انت نقيت علاقات جامده جدا في حياتك انك تتكلم فيها اوبنلي ودي حاجه انا بحترمك جدا انك عملتها. مش كل الناس اصلا they will admit ان ممكن تبقى علاقه مفروض تبقى قويه ضعيفه شويه وكمان لا تقول ان هم يتكلموا فيها ان بابليك. ف thank you so much for sharing. دوري صح انا كمان اي شير. اوكي انا كمان هبتدي بالعلاقه القويه و فور علاقه قويه اي ثينك انا ذا بيجست اكزامبل في حياتي هو علاقتي بجوزي. وذس مايت ساوند لايك ا كليشيه بس انا اي بريك ات داون تو يو بالظبط ليه و which is very كده coming up. احنا قربنا نبقى بقى لنا متجوزين 10 سنين فيعني ام هابلي شيرنج كمان ليه انا حاسه ان هي علاقه قويه. اول حاجه السيرتينتي اللي هي الامان. لما بيحصل اي حاجه في حياتي وحشه او حلوه او ايميل مهم او موضوع مهم اول حد عايز اتكلم معاه هو مش لانه جوزي ولازم احكي له مضطره لاني بحترم رايه جدا
وفيرست اند فورموست انا بعتبره فعلا ماي بيست فريند. احنا بنتكلم في كل حاجه بمنتهى يعني مش كزوج وزوجه كاصدقاء مع انه يمكن احنا مخنا مش زي بعض بس وي كومبلمنت ايتش اذر. فرايه بسيط جدا. التغيير دي فخو انا فيه من كام سنه. هو طبعا حياتنا في الاول انا وكريم كنا كل سنه عايشين في بلد وبنسافر كتير وبنتحرك كتير, وبعدين لما استقرينا شويه في دبي وخلفنا ابتدينا احنا وي ريلايز ان احنا اتغيرنا. ف وي ستارتد تراينج تو تشالنج اور سيلف, مثلا سمول ثينجز لما يكون مثلا ديت نايت بدل ما نروح نتعشى لوحدنا ونقعد كده, طب ما تيجي نروح نلعب حاجه, طب ما تيجي نروح نجري, طب ما تيجي, يعني بقينا بنحاول نغير. وبقينا سفرياتنا ما نروحش في حاجات فاميليير ومريحه, يعني مش هنسافر نروح نقعد على البحر ونريح, لا تعال نتحدى, تعال نروح نمشي مش عارفه فين في تشاينا ونعمل, طبعا تشاينا دلوقتي لا yes. بس يعني yes. يعني نغير شويه حياتنا عشان ما نقعش في الروتين الممل. I think we're doing okay, لان life as you mature بيبقى فيها حاجات ممله وحاجات different, بس I think we're managing well. بس نقدر نقول ان منطقه ال uncertainty is met. Yes yes okay yes not this year. بس انا اعتذر لكم عشان لو بتسمعوا اصوات كتير موتوسيكلات بقى معديه ومش عارفه مين, انا في قريه وطبعا الايه كله يعني الجار معانا, ممكن تلاقوا ايه حد دخل علينا بعد شويه ما تتصدموش. لا مش سامعين حاجه على فكره. اوكي فيري جود, سامعين حاجه. ثالث حاجه love and connection طبعا موجوده, والا ما كناش كملنا كل السنين دي مع بعض. We respect each other, we love each other and we trust each other. يعني كل واحد I like the relationship بالنسبه لي ان كل واحد يبقى له حياه separate yes. وليه حياه مع بعض, يعني في ايتن وفي كريم وفي ايتن وكريم مع بعض. ودي من الحاجات المهمه قوي يا ايتن, بنسميها managing the I and the us. لان في لان في ناس بيتهيأ لهم كابل يعني بقينا اس بس, لا هو الاي موجوده والاس موجوده, وده برضو ينطبق على كل العلاقات managing the I and the us. في الجواز the lines can get very blurry لبعض الناس yeah. وكمان يمكن في منطقة في الريجن بتاعتنا شوية أكتر, بس لا أنا معاكي جدا, لازم الواحد يبدأ محافظ على كيانه, ملهاش علاقة being a feminist بس ليه علاقة being a human being. بالضبط كده. كده فإحنا عندنا دلوقتي certainty, uncertainty, love and connection, significance. I think إن إحنا يعني we matter, you matter, we matters to you. يعني مش هبقى كليشيه واقول لك ما اقدرش اعيش من غيره لانه نو هي مش اكستريمز, لكن يعني اتس يو ماتر ان ايتش اذرز لايف بيريد, يعني فسيجنيفيكانس يو فيل ات يو نو ات كونتريبيوشن اوف كورس. لانه بصي يعني مثلا ليتس سي مثلا انا النهارده قاعدين بنسجل ده مع بعض, هو يمكن ملوش علاقه بالميديا خالص او ليه علاقه مش بيفهم انا بعمل ايه, بس هي لايكس ليسن, هي لايكس تو اندرستاند, هي لايكس تو كونتريبيوت برايه. ممكن مثلا اجي اقول له النهارده مثلا عملت انترفيو مع نيفو كذا كذا, مثلا عندك سؤال فيفكر معايا, فوي كونتريبيوت تو ايتش اذرز فيلدز اوف انترست ان ا واي اور انذر اند ات ماترز. بيوتيفول. طبعا اخر واحده جروث, انت قلتي من شويه ان احنا العلاقه اتطورت جدا, فده نمو العلاقه, ده الجروث بينج مات جدا. I think we يعني this is for a healthy marriage to continue you have to evolve and mature together on the same wavelength. بالظبط, لان كمان لما بيحصل ان في بارت بيتطور وبارت لا, دي كمان مشكله تانية هي بتبقى سبب من اسباب علاقات كتيره بتنتهي, لان ما بيبقاش. اتفضلي. ممكن اقول لك حاجه كمان انا لاحظتها, ساعات بيجي فترات في الجواز حد بيتقدم وحد بيقف شويه for whatever reason yes. مهم قوي ان اللي بيتقدم والتاني واقف في مكانه يلف ويمسك ايد التاني يقول له انا لسه هنا يلا, فاهمه قصدي يعني ما, yes. ما توقفش. عايزه اقول لك حاجه ان دي تريكي, لان مرات اللي انت عايزه تمسكي ايده ده مش عايز يتحرك من مطرحه, وانا بشوفها بقى في شغلي كتير يعني ان انت تحاولي ده اكيد, وكل يعني انا بشوفها في المارج كونسلنج كتير, لان لما مثلا انا في شغلي انا ما بعملش الكابل ثيرابي, ما بجيبش الاثنين قدامي, دايما بقول واحد انف, لان واحد اتغير هيغير الداينامكس. فبتجيلي الميل او الفيميل وبنشتغل مع بعض, بيعملوا اللونج, بيبقى عندنا دايما ثلاث مشاكل. مشاكل الخاصه بماي باجج از وان اوف ذا بارتيز, ومشاكل الخاصه بذا اذر بارتي في حياته والهيستوري, ومشاكل بقى في العلاقه. فانا لما بشتغل مع حد بارت منهم
مشاكله الخاصه والحمل بتاعه ده بنفهمه وبيدركه وبيشوف الامور والبرسبكتيف بيتغير، وبنشتغل على كوميونيكيشن اند اندرستاندينج اند ميتينج ذا نيد وكل الكلام ده. ساعات يبقى البارتي اللي قدامنا حمله تقيل قوي بقى، محتاج ان هو مش مجرد مس اندرستاندينج وكلام من ده، الحاجات تتصلح والعجله تمشي، بيبقى فيه بقى تقل جامد محتاج شغل في البارتي الثاني. مرات البارتي الثاني ما بيحبش يشتغل، ياخد القرار، يبقى يستناه، لازم التاني يفهمه. لا، ما لو انت بقى يعني مفيش حاجه اسمها لازم يستنى حد، لان انت لو اللي قدامك اخد قرار انه ما يتحركش وما يغيرش وما يفهمش، مش هتضيعي عمرك جنب حد قرر انه يبقى ستاك. ده قرار، دول ما احنا ماتيور، ده مش اطفال صغيرة. مفيش حاجه اسمها لازم يستناه، نو. انت يو كوميونيكيت، يو جيف ا تشانس، يو تراي، بس افتر ا سيرتن وايل يو سي اللي قدامك. ايه اللي يخلي اللي قدامك يتغير وهو ما اتغيرش وانت قاعده اكوموديتنج عدم التغيير؟ قولي لي بقى يتغير. يعني انا بقول يمكن الشخص اللي مش قادر يتغير ده يعني واقف في مرحله صعبه في حياته ومحتاج مساعده ما. حلو قوي، هو رافض المساعده. ما هو رافض المساعده، رافض المساعده، ده اللي بنقوله. يعني احنا بنوصل لحالات بيبقى خلاص، وانا مثلا ببقى شغاله مع بارتي ونقول لهم يلا ماشي عايزين تعملوا كابل ثيرابي يلا روحوا هناك، وبيدخلوا وبتشوف الكونسلر اللي بتشتغل معاهم او بيشتغل معاهم، يو ديد ان اميزنج جوب اون يور سيلف، يو ديد ان اميزنج جوب. خلاص بقى في تفاهم، بقى في لغه حوار، بس في ليميتنج بيليفز واقفه بقى بينهم جايه من الناحيه الثانيه، ودي محتاجه اللي قدامك يشتغل. واللي قدامك قال لك نو ثانك يو، اي دونت وان دي، مش عايزه ادخل الاوضه الضلمه دي بتاعتي. لا ده يبقى وير نوت جروينج توجذر اني مور. بس خلاص ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. مرات في واحد بيكبر الثاني ما بيكبرش وبياخد قرار مش عايز اتحرك، انما لو هو بادي وبيحاول طبعا استناه واشد واشيله واعمل واجري بيه واعمل كل حاجه، بس لو واحد اخد قرار مش عايز اعمل حاجه، لا دي حاجه ثانيه. صح، لا ده موضوع ثاني. طيب عشان ما نتوهش، تعالي بقى قولي لنا العلاقه المتوتره اخبارها ايه. العلاقه المتوتره قولي كده عشان اتالي الوقت. احنا وقت معانا قد ايه يا محمد؟ 10 دقايق مثلا. طيب ماشي يلا. اوكي، العلاقه المتوتره هنا عكس شويه، ان انا اتكلمت علاقه كويسه، اخذت مثلا علاقه يعني زوج وزوجه، راجل وست. هنا انا هتكلم على ست وست وفاميلي كمان. انا في واحده قريبتي كنا قريبين جدا واحنا صغيرين، كنا اصحاب، we used to get along, there were common interests، كل حاجه كانت حلوه جدا، اتربينا مع بعض بنحب بعض. and as we grew كل واحد في حياته you know، ممكن في مثلا واحده صاحبتك you manage ان انت تكبري بس you're still in touch حتى لو في بلد تانية. yes. بس في ناس انا مثلا لقيت العلاقه دي اتغيرت بشكل مش مريح، يعني مش هقدر مثلا اتكلم بمنتهى الشفافيه مع البني ادم دي زي ما كنت بتكلم معاها واحنا صغيرين، مع انها واحده قريبتي وبحبها، احبها يعني. هنا مثلا هنط بسرعه love and connection، اقول لك it's there it's yes. there because roots قديمه، في حب واحترام yes. وباقي عليها okay. لكن مش هعرف اتكلم براحتي قوي، فحاسه حته الامان دي لا مش موجوده. يعني okay. عارفه لما حد يسالك سؤال مثلا ازيك يا نيفين، ولو انت قريبه منه هتردي اجابه yes. بس لو مش قريبه الاجابه هتبقى حاجه ثانيه خالص. يس yes. فاحنا دايما السته لا certainty مش موجوده او بنسبه قصيره صغيره، uncertainty بقى ان في excitement وchange في العلاقه مفيش شويه، في love بس مفيش connection قديم، في love من غير connection، لان في فرق، احنا بنقول love and connection الاثنين مش حاجه واحده. ففي love بس مفيش connection. نمره 4 significance. That's a tricky one لأنه كقريبتي yes you are of significance in my life، يعني yes. لو حصل لك أي حاجة هاجي أقف جنبك، حاجة حلوة أو حاجة وحشة هقف yes. جنبك blindly. Yes. It goes with by default كده. Yes. فاهمة قصدي؟ Yes. Contribution كمان لو محتاجة حاجة I think هتبقى واقفة جنبي، ولو هي محتاجة حاجة هتبقى واقفة جنبها. كمان دي حب وعشرة وباقيين على بعض وكل الكلام ده. Growth no I don't think this relationship is growing anywhere. Okay. And sometimes it saddens me and sometimes I just feel I don't know انه خلاص. yes. يعني. ودي حاجة تانية كمان بقى في العلاقات، زي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده، مرات بيحصل تطور في شخصية واللي قدامك مش بينمو بشخصيته اللي هو الاي والاس.
تمام؟ يعني ما حدش بيتطور. انت هتلاقي عشان انت وجوزك القص اتطورت وكبرت، لان الاي هنا والاي هنا بتكبر وبتتطور. بس اول ما الاي بتاعت حد ما بتتطورش وما بيشتغلش على نفسه، القص كتطور ما بتبقى يعني يا تقيله يا تقريبا واقفه في تطور شكل العلاقه. فواضح ايه الاحتياجات، يعني حتى اللي انا حاساه وانت كوركتني اف ام رونج، العلاقه دي النيدز يعني هارد ليمات، يعني حتى لو في حته يعني ما هياش تقدري تقولي الكونتريبيوشن عاليه. فدي حتى الشكل ده من العلاقات على فكره يا ايتن، ده تقريبا مرات بيبقى شكل كابلز انا بشتغل معاهم، فبنشوف طب نطور ده ازاي، طب نعلي ده ازاي. فانت كل الحاجات دي فكري بقى، لو انت انترستد ان انت it matters to you العلاقة عاوزة تحطي فيها energy وتطوريها، now you know ايه criteria اللي مات ومش مات. مرات بنبقى لا no thank you it's good where it is، بس لو علاقة حابة ان انا اشتغل عليها، now I need to go through the six needs واشوف ازاي احقق اكتر. لو قلنا مثلا love، احنا connection هنفصلهم من بعض، love 0 to 10 موجودة فين، وconnection 0 to 10 وcertainty، فتحط لها أرقام and then you start thinking of tiny actions that would bring it higher if again you would like to change that علاقة. I think I would have liked to change it من بدري، بس أنا اللي تعبني نفسيا هو أن حاولت أفهم what went wrong. Yes. دي وقفت عندها كتير. When I couldn't answer this question I found myself moving on. حلو قوي بقى السؤال بتاعك ده، هنرد عليه في حلقة من الحلقات وإحنا بنتكلم، ودي بتبقى التول الأساسية في العلاقات. Effective communication. How to effectively communicate to the other party عشان ما يبقاش فيه assumption وما نبقاش عايشين في دماغنا، ونبقى clearly communicating إيه اللي بيجرى جوانا وإيه الassumptions اللي عندنا and we question the assumption through communication مع الparty التاني. It all comes down to communication. You're absolutely right. Definitely. يعني لو فتحنا السؤال ده هنفتح موضوع حلقة تانية، واحنا عايزين نركز Definitely. احنا النهاردة ركزنا clearly في 6 points و I think ان احنا دينا 4 beautiful and different examples و I'm sure there are plenty of examples كمان. يعني اي حد بيتفرج علينا دلوقتي I hope ان انتوا كنوا كتبتوا الست احتياجات دي، وحاولوا كده تاخدوا شوية وقت وتفكروا انتوا كمان عندكم علاقات ايه ناقصة فيها الحاجات دي، او ريفلكت شوية في علاقاتكم. The good news is ان احنا قررنا احنا الثلاثة ان احنا ابتداء من الاسبوع الجاي هنطلع معاكم لايف بعد كل حلقة عشان نتكلم اكتر وناخد رأيكم، وكمان انتوا تسألوا اي اسئلة حابين تسألوها لنيفين على الموضوع ده. فبعد الحلقة دي على طول استنوا مننا، هنقول لكم بالظبط تفاصيل اللايف هيكون يوم ايه والساعة كام، وهنتكلم اكتر وناخد اسئلة. صح؟ We'll dive deeper. Thank you guys. وكنت مبسوطة قوي وانا معاكم. Okay. I love the energy. This was lovely and I learned a lot. I really did. Thank you so much and super excited about the coming episodes. Yes. So استنوا مننا حلقة جديدة، بس قبليها هنطلع معاكم live ونتكلم اكتر عن الموضوع. Thank you محمد. Thank you Naveen. And see you live. Inshallah. Thank you, Aitan. Thank you, Muhammad. Inshallah. Yeah. Bye.